نقولوا لبعضنا بعض إخواني. شفت تعليق الناس فرحانة، قال متظاهرين قابلوا الشرطة بورود، الحمد لله. لكن نفكر بعضنا بعض، الشيء اللي داروا، الشيء اللي دارتوا، الشيء اللي دارتوا، لا الشيء اللي دارتوا، نذكر بعضنا بعض إخواني، ذكروا بعضنا بعض باللي سوريا، سوريا بدأت بالورود. ونقول 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 بالعقل برك، قلقتهم قلقتهم رسالة الحق، ورام هما يأكدوا باللي باغيين باغيين الفوضى. وأنا نقول للشعب الجزائري، أنت حر في بلادك، لكن نوصيوك نوصيوك من حقك تختلف مع النظام. ما تقدرش تختلف مع وطنك، لأن الأنظمة والحكومات تجي وتروح، البلاد تبقى بعد ربي سبحانه، تبقى البلاد ويبقى شعبها.